يا نبدي هذا الفيديو اللي هو يخص، دير بالك مو تخلي يديك على شو اسمه، اللي هو يخص ريفيو سريع للفلكسر والاكستنسر كومبارتمنت. صوره واضحه هنا، واضحه هنا. اول شيء تضبطوا لي الفي، الفي اللي هي جيبوا لي الرسم مالتي هذا مال الفي حتى نطلعه بالفيديو، الورقه اللي بيها الفي، او اي واحد عنده في واضحه راسمها يمكن يمد التلفزيون الورقه مالتي. الفي اللي هو الورقه اللي يم التلفزيون، الورقه مالتي يم التلفزيون، الفي اللي هي تمثل لي اكستنسر وفلكسر كومبارتمنت، وكل وحده النقطه الاوريجين مالتها اللي هي كمان اكستنسر تندن كمان فلكسر تندن. اول وحده بالفلكسرات هي برونيتر تيريس اللي هي تشكل وحده من العود مال الفي، والعوده الثانيه مال الفي اللي هي بريكيو ريديالس. هاك هذا الفي اللي جاي نشوفها بالفور ارم، هي هاي اول عضله اللي هي برونيتر تيريس فلكسر كاربي ريديالس بالمارس لونجس. من اشوفها أأمن لانه هي وجودها هنا كاركترستيك تجيني فوق ال فوق ال 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 الفلكسر ريتيناكيلوم بالوسط. بعدين اذا اشوف اروح ديستال ممكن ان اشتبه، ولذلك خليني اعد هنا بروكزيمال قريب باب البيت حتى لا اضيع وقتي، خليني بروكزيمال قريب الاوريجين مالتهن، راح يطلع العد مالتي صحيح. برونيتر تيريس فلكسر كاربي ريديالس بالمارس لونجس، شوفوا فلكسر كاربي النارس. بينما انا من عديت ديستال وين صرت؟ صرت هنا. من هي هاي العضله؟ هاي العضله اذا تشوفوها، اذا اشلع هذا الجزء راح تشوفون هي عباره من، تدققون انطوني قلم، اذا تدققون شوفوا طبعا ها بالمارس لونجس مو تنسون، هاي اكو يمها تندنات اثنين، واكو يمها هذا الجزء اللي هو عليه جاف، واكو هذا الجزء. من تقلبون هاي تباعوها راح تكتشفون انه هي قطعه واحده، اللي هو هذا تندنات اثنين قطعه واحده ويا هذا الجزء اللي منا اشرته، وهذا الجزء اللي هو شوفوا قطعه واحده اذا تشوفوها من الداخل. هاي هي العضله مال الطبقه الثانيه اللي هي عضله السلام فلكسر ديجيتورم سوبرفيشياليس. ولذلك اذا اروح ديستال وابدي اعد، طبعا هن العضلات ما ناسين انتم هن بي اف بي اف، مو ثلاث طبقات هن بي اف بي اف، بعدين وحده عضله السلام اللي هي انترميديت، وثلاثه عضلات الشر. فبي اف بي اف انا بالسليم ما طول انا قريب ال شوفوا من عديت بروكزيمال هاي ديجيتورم سوبرفيشياليس ما دخلت ويا العد مالتي، اذا اني صحيح هسه بي اف بي اف. بينما اذا اروح دستر راح اطيح هنا اخاف اخربط. المهم لازم تاخذون فكره انه هاي فلكسر ديجيتورم سوبرفيشياليس. ايش بقى عندي؟ بقى عندي عضلات الشر. اذا شلت هاي عضلات الشر اللي هن منو؟ ثلاثه، واحده تسوي لي برونيشن اللي هي برونيتر كوادريتس ما موجوده هنا عندي بهذا النموذج. يبقى عندي العضله اللي تطوي لي الثمب، وعضله اللي تطوي لي الديجيتس. اللي تطوي لي الثمب هاي وياها تطويل الثمب اللي هي فلكسر بوليسز لونجس. هنا طبعا انا اقدر اكتشفها بالتشريح الحقيقي من خلال امتلاكها لكورس فايبرز. اذا تلاحظون الكتب مال مصادركم بالنظري، فلكسر بوليسز لونجس بها يعني تمتاز عن البقيه بانه بها الياف خشنه كورس فايبرز، بينما فلكسر ديجيتورم بروفنسس ذن الاثنين موجودات بالنسبه للديب لاير اللي هن عضلات الشر. انطيني هذا، خلص عدي نص الفي. الفي الثانية اللي هن ذني الاكستنسرات ايضا نفس الترتيب، بريكيو ريديالس اكستنسر كاربي ريديالس لونجس اكستنسر كاربي ريديالس بريفس. اذا كملت العد ديستالي هم راح اصير اطيح بالغلط. ليش؟ شوفوا هنا اذا كملت راح اطيح بذني، ذني منو؟ اللي هن عضلات الثمب مال الاناتوميكال سنوف بوكس. اذا خليني شنو؟ خليني بروكزيمال حتى لا تيح. فبريكيو ريديالس اول وحده مال الفي، اكستنسر كاربي ريديالس لونجس اكستنسر كاربي ريديالس بريفس، بعدين اكستنسر ديجيتورم. هم امنت من شفت الاكستنسر ديجيتورم لان ماكو عضله هيك تنشطر الى ثلاث او اربع اقسام مثل الاكستنسر ديجيتورم. طبعا هنا المفروض بالحقيقه هي اربعه، بس ابو النموذج مطلع لي قد مطلع لي بس ثلاثه، من عم الله عليهم خلي لي ثلاثه. نفس الشيء من شفت البالمارس لونجس وقلت امنت، هنا من اشوف الاكستنسر ديجيتورم. اما بعدين الاكستنسر كاربي النارس ها وياها
العفو اكستنسر ديجيتي مينيمي، بعدين هاي اخر وحده اللي هي اكستنسر كاربيال نارس. اكستنسر كاربيال نارس قلنا العضله اللي هي شايله علم وشايله سماعه الصيح انه اني اكستنسر كاربيال نارس. ليش؟ لانه تمشي لي بيها فد نقطه كاركترستيك تمشي لي بجروف بالالنا، هذا الراديال بروسس مال الالنا وهذا الهيد مال الالنا، وهي بينات بجروف اللي هي اكستنسر كاربيال نارس ما تتيه. نرجع بعد بالنسبة للديب، إذا أشيل هذا الجزء تطلع للسوبينيتر اللي هي واحدة من عضلات الديب، سوبينيتر عليها هذا الثقب مال البرغي وعليها هذا الأصفر اللي هو الراديال نيرف. بعد ما يجيني أنا ما أخذه موجود هو بوستيرير للهيومرس يعبر لي من أمام، مثل ما تتذكرون الألنر يعبر لي من خلف الميديال إبيكوندايل، الراديال يعبر لي من أمام اللاترال إبيكوندايل، ويجيني وين؟ يجيني للفلور على السوبينيتر، والبريكياليس يجيني على الفلور مال اللي هنا ذني يمثلن لمنه السوبينيتر، والبريكياليس تنطيني الفلور مال كيوبيتال فوسا سوبينيتر. مو تنسون نرجع نغطيها وناخذ العضلة اللي هن قبل العضلات الأخيرة اللي هي الأنكونيوس. الأنكونيوس اللي هي حالها حال البقية بالنسبة للأوريجين من الكومون اكستنسر أوريجين، وين تروح لي؟ تروح لي للاترال سايد، لاترال سايد أوف ذا أو الكرانون بروسس أوف ألنا، ألنا اللي هي موجودة هنا ميديا. خلصنا من السوبينيتر والأنكونيوس. بعد عدي شنو عضلات الأناتوميكال سناف بوكس المثلث اللي شفتوه بإيديكم. مو تنسون الصورة، شوفوا ليها بجرانس اللي هي رقمها شقد 593 اللي هي بيها، هاي هي هذا المثلث صور ليها اللي هو اكستنسر بوليسز لونجس، هذا اني عضلات المثلث مع الاناتوميكال سناف بوكس، والاكستنسر بوليسز بريفس، والعضله هاي الزرقاء خارج المثلث اللي هي ابدكتر بوليسز لونجس. طبعا هاي الثلاثات اللي هن اربع ثلاثات اللي فصلنا بيها الاكستنسر كومبارتمنت هاي المختلفه اللي هي بريك رادياليس انكونيوس والسوبينيتر. بالنسبه للنموذج اناتوميكال سناف بوكس، هاي العضله اللي هي ماكو ياها شريك اكستنسر بوليسز لونجس، جاي تلاحظون وين تروح؟ طبعا هاي وحده اللي هي تمثل لي جزء من ضلع المثلث، تروح لوين؟ للاظفر. يعني حتى ابو النموذج موضح رايحه للاظفر اللي هو مثل لي ديستال فالينكس، لان اسمها اكستنسر بوليسز لونجس. بعدين الضلع الثاني مال المثلث واصله نص الاصبع اللي هو بروكسيمال فالينكس الاكستنسر بوليسز، اكستنسر بوليسز بريفيس. بعدين هاي اللي هي رايحه للقاعده مال الثمب اللي هي الابدكتر، مثل ما موجود بال بال بالرسم مال المثلث اللي هي الابدكتر اللي هي واحد الزرقاء جاي تشوفوها الابدكتر بوليسز لونجس، ابدكتر بوليسز لونجس. تقدرون تتلمسون العضلات مال الاناتوميكال سناف بوكس بايديكم وعلى اجسامكم، جاي تلاحظون بالنسبه للانسيرشن مالتهن وكانه جايات بالتدريج، الابدكتر بالبدايه للقاعده مال متا، بعدين هاي للوسط ومتوقفه، بعدين اللونجس للنهايه، فبالتدريج الديستال اتاتشمنت مالتهن. هذا فد ريفيو سريع للاناتوميكال سناف بوكس، مهم عندي جدا. جاي اشوف هنا بالرسم وجود الراديال ارتري هذا اللي هو الاحمر، كذلك اقدر اتلمس بي اسوي بالبيشن العظم السكافويد. مراجعه سريعه، برونيتر تيريس بي اف بي اف، برونيتر تيريس فلكسر كاربي رادياليس، بالمارس لونجس فلكسر كاربي النارس، وذني اللي طلع من جوه هنا عضلات السلام اشيلها، طلع لي ذني الثنين اللي يطون لي الثمب اللي هي عضلات الشر، يطون لي الثمب والديجيتس. بعدين بريكيو رادياليس اكستنسر كاربي رادياليس لونجس، تروح للثاني والاكستنسر كاربي رادياليس بريفيس، اكستنسر ديجيتورم، اكستنسر ديجيتي مينيمي، اكستنسر كاربي النارس. ومو تنسون هاي الدائره اللي هي تمثل لي كروس سكشن بالفور ارم اللي هي انا طلعت، اذا اطلع من قوس الفلكشن ادخل بقوس الاكستنشن. طبعا هذا القوس يمثل لي هذا هسه القوس نص الدائره، القوس مال الفلكشن، ولذلك البريكيو رادياليس اللي خليناها باول صنف مال المختلفات، اول صنف مال المختلفات، هي فعلا تستحق تكون مختلفه لان هي من الاكستنسرات، بس لانه موجوده ضمن القوس مال الفلكشن فتسوي لي فلكشن، تسوي لي فلكشن المن لل هي اكستنسر، تسوي لي فلكشن للريست جوينت لان قريبه عليه من قريبه على الفلكسرات، فتستحق انه تكون مختلفه. كذلك الانكونيوس خليناها بخانه المختلفه لان هي المساعده مال الترايسبس، السوبينيتر
مثل ما تشوفون هي واحدة من العضلات الديب. أرجو أن يكون الفيديو واضح. إذا أكو أي سؤال خصوص